هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. وبداية هذه الحلقة ننوه على أرقام هواتف البرنامج وهي كالتالي: 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. أيضا يمكنكم التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كذلك متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. كما ننوه أيضا أن هذه الحلقة تبث صحبة قناة النبأ الفضائية. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم. وبداية شيخنا، ربما لطالما ناديتم برص الصفوف وتوحيد الكلمة وتكاثف الجهود لرفع المعاناة عن هذا الوطن والدفع بالقضايا الوطنية، وقد انعقد في مدينة الزاوية الملتقى الوطني للثوار 17 فبراير، فنريد منكم شيخنا الكريم أن توجهوا كلمة بهذه المناسبة وربما تجديد لقضية توحيد الكلمة ورص الصفوف. تفضل، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الملتقى الذي عقد في مدينة الزاوية، يعني وملتقى حصل الأسبوع الماضي، وما صدر عنه من بيانات من يعني مطالبات هي في الواقع كلها مطالب عادلة ومطالب كل منصف وكل من هو حريص على وطنه يقبلها، ولا يعني يقبل أن يعارضها. وذلك فإني أكبر فيهم هذه الجهود وأحييهم في وقت أصبح الكلام على مثل هذه المبادئ هو مجرد شعارات يقولها من يريد أن يقضي مأربا لصالحه ولمصلحته من المسؤولين ومن كل من والسياسيين الذين الآن يتولون أمر البلد، ولكنهم من الناحية الفعلية والعملية يضربون بكل المبادئ، مبادئ الثورة وحتى القانون وبالوثيقة الدستورية، يضربون بكل ذلك عرض الحائط ولا يلتفتون إليه، ولا يهتمون بأمر القضاء ولا بأمر تنفيذ القضاء ولا بالتراتيب الأمنية التي وعدوا بها في ملتقى الزاوية عندما حصلت المواجهات في الشهور الأخيرة في جنوب طرابلس. الناس كلهم يعني السياسيون والأمم المتحدة صباح مساء وهي تصدر في البيانات وترتيبات أمنية جديدة، والمطالب الثوار يعني ستنفذ
والقضاء على السجون اللي هي خارج القانون، ونتخلص من كل الناس الخارجين على القانون ومن المداهمات ومن القتل ومن التعذيب. كل ذلك الكلام كان يعج ويضج في تلك الأوان في تلك الأيام وقت الحرب، وصدر البيان في الزاوية بترتيب هذه الأمنية. ولكن ما أن انتهت الحرب حتى يعني عاد كل شيء إلى ما كان عليه، ودار لقمان على حالها. هذه الكتائب والتي من أجلها ثارت الثورة وأضرمت الحرب واشتعلت النار في طرابلس، هذه الكتائب مجرد أنها غيرت بعض اللافتات وبعض الملصقات، ولا زالت كما هي الحال هو الحال، والسجون هي السجون، والتعذيب هو التعذيب. ولم تستلم وزارة الداخلية أي شيء له بال، والبيانات اللي نسمعها هذه الأيام من وزارة الداخلية تبين لنا الحقيقة. الكتاب هي مجرد الآن أنها تستغل الحكومة وتستغل وزارة الداخلية وشعاراتها، وهي تعمل ما تريد. هذا هو الذي هذا وغيره، يعني أي جانب من الجوانب تريد أن تتكلم فيه تحتاج إلى أيام بل إلى شهور. يعني الفساد أي نقطة حتى هي نقطة من بحر، الفساد مستشري وضارب أطنابه. عدم تطبيق القانون والخروج عليه ليس فقط من بعض الكتائب، وإنما من المسؤولين، مسؤولون أنفسهم في الحكومة، هم أول يعني من يضربون القانون ويستعملونه في أيديهم، يستعملونه كما يريدون. أعطيكم مثالا وهو قليل يعني لا يؤبه به، مثلا ميزانيات هذه العام والعام الماضي، أضرب مثلا بدار الإفتاء. دار الإفتاء في عام 2017 كل ما أعطيت من الباب الثاني مما يفترض أن يغطي مصاريف الآتية: مصاريف الإنترنت والتليفونات والكهرباء والمياه وشركات النظافة وأشياء أخرى، فواتيرها كلها أعطيت 2017 200,000 دينار فقط لا غير. وفي سنة 2018 رصدوا لها 1,000,000، أعطيت منه فقط الربع الأول والثاني، ثم الربع الثالث أعدته وزارة المالية وأرسلته إلى مصرف ليبيا، دخل ولم يخرج منه. والآن بدأنا في عام 2019، فتصور يعني مؤسسة مثل مؤسسة دائر الإفتاء بما تقوم به، ويعني لا هذا ليس ومدحا فيها بغير حق، وإنما أقول ويعني لا أبالي ولا فخر أنها مؤسسة منضبطة وتقوم بعملها وواجبها على أحسن ما يرام فيما يتعلق بما هو مطلوب منها، ويتبعها معهد ديني، وتحتاج إلى يعني نفقات كثيرة فيما يتعلق بالطلاب ومكافآتهم وضعية التدريس وإدارة المعهد والشيوخ العلماء اللي هم يعني يتقاضون مكافآت وليس من باب الأول، والفواتير التي ذكرتها. هذا كله صرف له في عام 2018 500,000 فقط، والباقي أعدته وزارة المالية واختفى في مصرف ليبيا المركزي. أي قانون هذا يتعاملون به؟ يعني القانون يقضي إذا كان الناس يعني عندهم احترام لأنفسهم وللقانون، ما دام أرسلت ميزانية مقدرة لجهة معناها هي ضرورية هذه الميزانية تلك الجهة، فكيف هكذا يمضي الأمر السكيتي، يسكت عليها وتنتهي وكأن شيء لم يكن، ولجت فيه صبرة والملايين يعبثون بها يمينا وشمالا من غير قانون. يعني هناك أموال بالملايين بعشرات الملايين تصرف من غير قانون، من غير أن يكون لها أي مسوغ،
ولا داعي لها، وتصرف في الشارع وتعطى لفلان وتعطى لعناد، ولكن المؤسسات القائمة هكذا يفعلوا بها. هذا مثال للعب بالقانون وضرب القانون. أقول إن دار الإفتاء هي يعني المؤسسة، ليس هناك مؤسسة في ليبيا مضيق عليها مثل ما هو مضيق على دار الإفتاء، وفي أشياء عندها فيها حق والقانون يكفلها لها، ولكن لم ترصد لها ميزانيات، وعندما يعني يرصد لها ميزانيات لا يصرفونها إليها. هذا مثال صغير من التجاوزات والتعديات، وهذا هو الذي يدفع الناس إلى التململ، ويدفعهم إلى الاجتماعات والتجمعات وإصدار البيانات. البيان الذي أصدره هذا التجمع الوطني الليبي يعني مطالبه كلها عادلة ومنصفة. طالبوا، جاء في بيانهم أن من مطالبهم التأكيد على وحدة ليبيا ورفض أي مشروع انفصالي، ومن مطالبهم أيضا يعني العمل أو تهيئة الظروف للنازحين والمهجرين في الخارج وفي الداخل أن يعودوا إلى أوطانهم، والدعوة إلى حوار وطني جامع ومصالحة شاملة. هذا كلام كله نادينا به منذ زمن طويل، وطلبنا به أن يعني يلتفت إليه الناس وتلتفت إليه الحكومة، بحيث يجنبون بلادهم هذه المصائب النازلة بها. ومن مطالبهم أيضا احترام القضاء وضرورة تنفيذ أحكامه. القضاء يعني في نحن نعلم أن هناك أحكام قضائية عادلة ومنصفة، هناك قضاة حريصون على وطنهم وعلى دينهم ويؤدون واجبهم، ولكن تصدر الأحكام والجهة التنفيذية اللي هي النيابة والشرط التابعة لها معطلة، نيابة شبه معطلة، لا هي تنفذ الأحكام التي تأتي من القضاء، ولا هي ترفع كل القضايا التي تصلها إلى القضاء. خذ مثال قضايا في غاية الوضوح، خروج حفتر على يعني الحكومة الشرعية، طالب في ذلك الوقت رئيس الحكومة، طالب النيابة بأن تلقي القبض عليه وهو خارج على القانون وهو كذا وهو كذا. هل سمعتم شيئا من هذا؟ أبدا. مثلا قضية الشيخ نادر العمراني، صدرت فتوى من الظلمة في السعودية وأتباعهم يعني بقتله، فقتلوه، ورجل عالم، رجل فاضل، رجل يعني متفوق، رجل يعني ينبغي أن تفخر به ليبيا، وما ذلك قتلوه بهذه الصورة. والاعترافات موجودة من الجماعة الذين اشتركوا في قتله، وما ذلك النيابة يعني هذه القضايا وقضايا أخرى، مئات ربما أقول آلاف ماتت في الأدراج لا تحركها. فالملتقى هذا يقول نحن نطالب بأحكام القضية، احترام القضاء، ونطالب بتنفيذ الأحكام. هذا كلام عدل وصواب، لأنه لا نفع في كلام يعني لا نفاذ له، كلام يصدم القضاة وما لا ينفذ لا نفع فيه، كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا مثال من الأمثلة التي جاءت في مطالبهم. ومن مطالبهم أيضا المطالبة بتنفيذ التراتيب الإدارية التي صدر عنها بيان في الزاوية في وقت المواجهات. ومن مطالبهم أيضا، وهو أمر في غاية الأهمية، رفض التدخل الأجنبي، رفض التدخل الأجنبي المخل بالسيادة الوطنية. هل بقيت ليبيا سيادة؟ ليبيا الآن يعني دنست أراضيها ودنست ترابها بسبب الخيانات وبيع الأوطان،
نجد تصريحات غريبة في بلادنا من مسؤولين، لو كانت يعني أبسط أو أقل تهمة لهذه البيانات وهذا الكلام هي الخيانة العظمى، عندما يقول حفتر يعني مع مصر حتى ولو عملت ضد مصلحة ليبيا، يعني مع التدخل المصري في ليبيا حتى ولو كانت مصر ضد مصلحة ليبيا. هذا في عرف أي قانون من القوانين التي تحترم أو بلد تحترم نفسها وتحترم قوانينها، هذا هو توجه له تهمة الخيانة العظمى. أين النيابة من هذا؟ أين النيابات من هذا؟ أين القضاء من هذا؟ لا أحد يكلمه، يفعل ما يريد. الجرائم التي ارتكبت في بنغازي، حصار درنة وحصار قنفودة وقتل الأبرياء في الطرقات، قتلهم صبرا يعني في الشوارع وفي الطرقات، مما يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتمثيل بالجثث وتهجير آلاف من أبناء بنغازي وحرق بيوتهم والاستيلاء على أملاكهم وسرقة المصارف والأموال الكثيرة والعبث بهذا كله، هذا أين النيابات وأين القضاء منه؟ ولذلك هم قالوا لابد في مطالبهم، أحسوا بهذا الظلم الشديد وقالوا لابد من التأكيد على احترام القضاء وتنفيذ الأحكام، لأن تبقى الأحكام حبرا على ورق. فمطالب من أهمها وأكبرها كما قلت وأهمها هو احترام أو عدم رفض التدخل الأجنبي، رفض التدخل الأجنبي المخل بالسيادة الليبية. التدخل الأجنبي عندما نرى الآن وضع ليبيا، نرى أن ليبيا يعني مستولى عليها، محتلة، قرارها ليس بيدها. لا أي عاقل أي إنسان ينظر فيما يجري في ليبيا يعلم أن ما يجري في ليبيا ويأتي كله من الخارج، من أوامر خارجية. فالجهات الخارجية سواء كانت عربية وإلا أجنبية إما متدخلة بنفسها وبمالها وتفعل ما تريد، كما تفعل الإمارات الآن وتفعل السعودية ويفعل المصريون، يتدخلون تدخلا سافرا. يعني السعودية اعتقلت مجموعة من الليبيين في مطار جدة وهم يعني في طريقهم إلى العمرة، اعتقلتهم وسلمتهم إلى حفتر. فهي تعمل في جبهة واحدة، السعودية تعمل في جبهة واحدة مع حفتر، وشيوخ مخابراتها الذين يصدرون إلينا الفتاوى يفعلون بالبلد ما يريدون. مرة يعني يعطون فتوى يقولون إن المشاركة في الانتخابات كفر، كفر، يقول إنها كفر. هكذا عندما جاءت انتخابات المؤتمر الوطني قال المشارك في الانتخابات كفر لأنها ديمقراطية ولأنها كذا ولأنها كذا. وعندما استولى حفتر قالوا لنا، قالت فتواهم، فتوى المخابرات، شيوخ المخابرات، قالوا لنا إن ولي الأمر عندكم في ليبيا كان معدهم الشغل إلا أمر ليبيا، ولي أمركم هو حفتر، والبرلمان وانتخابات البرلمان صارت في ذلك الوقت أمر مشروع والمشاركة فيها واجبة وليست كفرا كما كانت قبل ذلك. فهم يفعلون هذه الأعمال ويدلسون ويقول إن هذا شرع وأن هذا دين وأن هذا توحيد، وهو افتراء وظلم وقول على الله بالزور وبالباطل، ويستعملون أهواءهم ومشاريعهم من أجل ألا تقوم ليبيا قائمة، بحيث ألا يكون هناك استقرار. يبعثون على الفتن وعلى الحروب وعلى التقاتل وعلى الشحناء وعلى البغضاء. فهذا هو نوع من تدخل دول الإقليمية والعربية. المصريون يفعلون ما يريدون بتدخلاتهم في المنطقة الشرقية وفي غيرها، ويحتضنون كل المشاريع التي هي تشتغل ضد مصلحة الشعب الليبي. والدول الأجنبية هي استلمت الآن الملف وهي التي تتحكم في المال وتتحكم في القرار. لا يستطيع واحد مسؤولين في ليبيا في الغرب ولا في الشرق
لا يستطيع أن يعمل عمل ولا أن يصدر قرار إلا إذا أتاه الضوء الأخضر من هؤلاء الناس، هم الذين يقول له تقدم أو تأخر أو أصمت أو عين فلان أو أخرج فلان أو أعطي فلان أو أمنع فلان. كل هذا يعني يأتي بأوامر أجنبية، ما يسمى المجتمع الدولي، وتمثله الأمم المتحدة ومشاريعها في ليبيا، وفي الظاهر هم يصرحون ويقولون نحن ندعو إلى الاستقرار وإلى تأليف بين قلوب الليبيين وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا، وفي العمل وفي الواقع هم يعملون أعمال مخالفة لذلك. فانظرهم الآن يعني يبحثون عن مشروع آخر، واللي كانوا من أول 2018 وهم ينادون به، يقول التجمع هذا اللي يجمع فيه الليبيين وهذا لصالحهم، وهو يعني تفوح منه الآن رائحة فتح فترة انتقالية جديدة، لأن المراحل الانتقالية هي التي يستريح فيها هؤلاء الناس، يستمرون في يجد الغرب والدول الأجنبية والمجتمع الدولي، مثلا المجتمع الدولي يجد ما ينفذ أوامره ويحكم بحكمه طوعية، وإذا كان لا يحتاج أن يأتي بناس يختارهم الشعب الليبي ويحكمون بلادهم ويتحكمون في مصيرهم. الغرب والمجتمع الدولي يريد حكام هم رهينة في يده، يأتمرون بأمره ولا يعصونه، وذلك لا الشعب الليبي لا يطمع في أن المجتمع الدولي أنه سيخرجه من هذه المصائب. المصائب كل يوم تزداد وتتكدس وتتراكم على رأسه منذ أن سلم الملف إلى المجتمع الدولي، من ذلك الوقت من مشروع الصخيرات إلى حد الآن، والمصائب كل يوم تزداد. فالله الله في ليبيا، يا أهل ليبيا عليكم أن ترجعوا إلى أنفسكم، أن تراجعوا أنفسكم، أن تجمعوا كلمتكم، أن ترفضوا التدخل الأجنبي. انظر الآن ما يحصل بالجنوب، الجنوب ما يجري فيه كله مؤامرة خارجية، ابتداء من الهجرة غير الشرعية إلى ما يجري الآن في الجنوب من العصابات، عصابات معارضة شدية والمعارضة السودانية وما يفعلون بإخواننا في الجنوب المستضعفين المغلوبين على أمرهم. يا حكام ليبيا بالله عليكم افرضوا أنفسكم أنكم أن بناتكم وأولادكم وعائلاتكم، يعني هناك في الجنوب، ما الفرق؟ لو الله عز وجل خلقك في ذلك المكان ماذا أنت ستصنع؟ افرض أنك أنت في هذا الوضع، تأتيك يعني تداهمك هذه العصابات من الأفارقة المجرمين القتلة الفسقة، يعني ويفعلون ما يريدون بأهلك وبعائلتك وبأسرتك، ويبتزونكم ويأخذون أموالكم ويسرقون متاجركم، وأنتم كأنكم غير موجودين، ولا يعني هذا الشأن يعنيكم لا من قريب ولا من بعيد. الناس تتكلم عن أشياء كماليات وتصريحات هكذا جوفاء، تخرج كذا فعلنا كذا، التقينا بالسفير الفلاني، التقينا بالدولة الفلانية، والظلم يعني ضارب أطنام على أشده، يقتل إخوانكم ويعذبهم ويهجرهم ويفعل فيهم ما يريد. يعني كل الأشياء، الحياة في الجنوب أصبحت لا تطاق، نار حمراء، نار لا تطاق، تفجيرات وملاحقات وسلب ونهب، وليس هناك حكومة ولا يعني هذه الأموال التي تصرف الآن والنفط اللي يعني تبيعوا فيه ويأتيكم من الجنوب، هذه الأموال يجب أن يعني تصرف في تأمين الجنوب قبل أي جهة أخرى، وتأمينه سهل إذا أردتم، وإذا يعني النية كانت خالصة. هذه الكتاب الآلاف المؤلفة التي تعطى الآن في المرتبات العالية للحراسات والأشياء الشخصية، يجب أن يكون قسم منها كبير يوجه إلى هذا الجنوب وحفظ الحدود. الحدود منتهكة والدول تغض النظر عنها وتعلم الفساد العريض الذي يأتي من هذه الحدود، ومع ذلك تغض النظر عن ذلك لأنها لا تريد ليبيا استقرار. فرنسا لا تريد ليبيا استقرارا، والغرب لا يريد ليبيا استقرارا، وإذاك يعلمون ما تصنع المرتزقة ويعلمون ما تصنع الهجرة الشرعية. الهجرة الشرعية هذه في حد ذاتها هذه مأساة، هذه جريمة في حق الشعب الليبي، هي اسمها هجرة غير شرعية،
فكيف بالله عليكم يا شعب ليبي تأخذونهم وتؤونهم وتضعونهم في معسكرات إيواء وتغذية وعناية وإقناع يعني صدر كنت أسمع قبل قليل أنه في 2018 أمكنهم أن يقنعوا 16,000 أن يرجعوا إلى بلادهم طواعية. هل هذا فعل؟ هل هذا عمل يعمله عاقل؟ هي اسمها هجرة غير شرعية خارج على القانون. هذا من يضبط منها يحول إلى القانون، يعني في قانون يجرم هذا الأمر، أن تحول إلى القانون إلى المحاكم، لا أن تعمل له مراكز إيواء وتشجيع، وحتى اللي ما عندهاش رغبة في الهجرة من بلاده يأتي يقول لك هناك معسكرات فيها رز وفيها ماكلة وفيها راحة، وإذا أمكاني نمشي إلى أوروبا أمكاني، وإذا ما أمكانيش أني قاعد عايش في أوروبا ونشرب في الحليب ونقاسم الشعب الليبي في رزقي. يعني هذا عمل لا يعمله عاقل. يا أهل ليبيا، يا من تقومون بحراسة وعندكم مسؤولية مراقبة الحدود، وإلا الأمر المتعلق بالهجرة غير الشرعية، الهجرة اسمها هجرة غير شرعية، لابد من يضبط يوضع في سجن، لا يوضع في يعني مخيم ويصرف، يوضع في سجن ويذوق ما يذوقه السجناء. ليش الليبيون يسجنون ويعذبون، والأفارقة الذين يحتلون بلادكم أنتم تربوهم وتعتنوا بهم وتدووهم وتعتنوا بهم العناية الصحية، ثم إذا هم اقتنعوا ورجعوا إلى بلادهم فبها، وتفرحون بذلك وتقولون إننا أقنعناهم. هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يصح لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا. هؤلاء الناس ليسوا يعني لم تنزل بهم كوارث، أتوا ليستجموا في ليبيا ليحسنوا أوضاعهم، وأتوا بصورة غير قانونية. الذي يأتي بصورة غير قانونية يجب أن يطبق عليه القانون، يجب أن يرد إلى بلده. فهذا هو الذي شكى منه هؤلاء الجماعة الذين التقوا، هذه المجموعات الكبيرة. أنا أحييهم وأشكر لهم جهودهم، ولكن أطلب منهم أن يواصلوا، لأن يكتفوا بالشعارات ويقولوا إحنا أسسنا يعني تجمع الوطن الليبي. لا، هذا لا يكفي. التجمع الوطن الليبي من رئيسه؟ من أعضاؤه؟ ما هي آليات عمله؟ لابد أن ينشر هذا، لا يستحوا هذا. إذا فعلوا ذلك فهم يجبرون الأطراف الأخرى التي الآن تلعب بمصير ليبيا، يجبرونها على احترامهم ويأخذوها نصيبهم، لأن يعني تسرق الثورة هكذا وتضيع دماء الشهداء والناس يعني ساكتون حتى الثورة تكاد أن تنسى الآن من قلوبهم. يعني أين دماء الشهداء بالآلاف الذين يعني قدموا أرواحهم من أجل أن تنهض ليبيا من كبوتها؟ فإذا بنا نحن الآن نفرط فيها وتسرق الثورة وتسرق الأموال، ويصير مصير ليبيا في أيدي أجنبية تلعب به وتعبث به كما تشاء. يعني انظر الدول الأجنبية، عندما خرج صلاح بادي يطالب بحقه ويقول نحن لا نريد سجون خارج القانون، هذا ما طلبه، قال لا نريد سجون خارج القانون، نريد دولة مدنية، نريد بحكم في عدل. يعني وضعوا اسمه في لوائح يعني العقوبات الدولية، وعندما يقتل حفتر وجماعته في الشارع جهارا نهارا ويحاصر المدن ويقتل النساء والأبرياء ويهجر الآلاف، إلى أحد يلتفت إليه ولا يدينه ولا يمسه سوء. هذا هو الظلم بعينه الذي الآن تمارسه علينا الدول الأجنبية وللأسف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. كنت أريد أن أسألك عن أن لا يكتفوا مثل هذه الملتقيات بهذه التصريحات دون مواصلة العمل، لكن تفضلتم بالإجابة بارك الله فيكم. نستأذنكم في أخذ بعض الاتصالات شيخنا الكريم، إذا جهز أي اتصال يمكن أن نتواصل معه. وردنا سؤال شيخنا حول معنى الحديث الذي يقول أن لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ولكن عذرا شيخنا لعل نأخذ هذا الاتصال قبل. نعم، عبد الله من الخمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي عبد الله. حياك الله يا شيخ عبد الله، وحيا الله الشيخ الدكتور السابق غريان. أهلا وسهلا بك، تفضل. عندنا سؤال بخصوص قضية أرهن.
نعم. منذ مدة طويلة حوالي 50 سنة أو 60 سنة كان حياة جدي رحمة الله عليه راهن لقطع طرد بمبلغ 30 دينار لابن خاله. نعم. بعد انقضاء مدة الرهن لم يستطع جدي إرجاع المبلغ اللي هو 30 دينار. فقام ابن من أبنائه بإرجاع المبلغ من حر ماله هو من حر مال الابن هذا وأخذ الورقة متاع الرهنية. مشت المدة، طبعا هذا في حياة هذا وحياة جدي حي يعني. مشت المدة وتوفى حياة جدي وتوفت حياة جداي وكذا، وجينا بدنا نقسم الميراث. عمي هذا الذي قام بإرجاع المبلغ قال يعني هذه قطعة الأرض راهنية اللي فكيت الرهن من حر مالي وراهي ماهيش ما تدخلش ضمن الورقة هذه من لي يعني شخصيا. نعم. فنب الحكم يعني هل تصح له بها الصورة؟ نعم. هذه شرعا يعني قطعة الأرض وما صح له شيء. طيب حاضر يجيبك الشيخ إن شاء الله. عمر من طرابلس. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عمر. اللهم انصر الاسلام وعز الاسلام. امين. بالنسبه نعم. لبين يا ليبيا وين تريسك وين رجالك؟ خيرك مهزومه محتله من ارض البشر في هالمله، محتله من الدواعش ومن السراقه ومن المجرمين ومن المزورين ومن العملاء. فيها تريس وسود ولا ما فيهاش؟ يا مختار 20 سنه على حصانه هو يجاهد الطليان وهم عندهم الدبابات. نعم. نشكرك عمر تواصلك، شكرا على اتصالك. انقطع. نعم المقداد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حياك الله شيخنا الكريم شيخ طارق. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي كريم تفضل. أولا أطلب أحب الشيخ الله وأطلب منه الدعاء لي. يسمعك الشيخ وبارك الله فيك. الله يوفقك ويبارك فيك وأحبك الله. نشكرك. أمين بارك الله فيك شيخنا. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت شيخ. السؤال الأول، تفضل. في شخص وجد مخطوطة قديمة جدا في أرضه. نعم. يعني يريد أن يبيعها، وطبعا هي ثمنها باهظ جدا، فيسأل عن حكم هذا. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، ما علة المالكية في عدم جواز الجمع بين الظهر والعصر؟ ماشي. والسؤال الثالث، سمعت شخص ينقل فتوى عن الشيخ صادق بأنه لا يفتي للإمام الذي يسكن في المسجد أن يجمع بالمصلين، إذ كانت هذه الفتوى صحيحة على ماذا استند شيخنا حفظه الله؟ طيب حاضر يجيبك الشيخ إن شاء الله. نعم. أم محمد من نصراتة. نعم تفضل يا أم محمد. نعم. حقيقة يا شيخ عبد الله ونحيي قناة كنعطة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، تفضلي. نعم. يا شيخ محمد، لو يا شيخ عبد الله لو سمحت يا ريت الشيخ الصادق الغريان يعرفنا الإرهاب. إحنا الإرهاب ما عاد عرفناه. سووا احتقالات سرية، سجون سرية، اللي يقول كلمة الحق يمسكوه ويتهمونه داعشي. اللي يقول أنا مع فبراير يقول أنت 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 داعشي. قصة فبراير تم الدواعش والله كيف. اللي يقول كلمة الحق يقول اللي يرفض حكم العسكر يدو إرهابي، وكأن العسكر إنه ملائكة. ويعني تعبنا والله العظيم ما عرفنا، مخلينا طالبين لنا الحرام قاعد على عينه كتاجر، السرقة، القاتل، الزفر في الكنايس، الإرهاب قاعد يشوفوا فيه نحن عيني عينك، ويقول لك نحن نهرب بالإرهاب. هل في إرهاب ثاني؟ يقول لك في إرهاب ثاني. أنا يوم سألت الشيخ في قناة تناصح أحد الشيوخ من منطقة الفلاتة يعني ما عطاش جواب صريح. يعني يا ريت ورونا كان في إرهاب ثاني، احنا ما عرفنا. قاعد يقتلوا ويحرقوا بالزفت ويقتلوا ويحرقوا بالزفت. طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله. يجيبك اختي ام محمد. نعم احمد من طرابلس، تفضل يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك، تفضل. جزاكم الله جزا الله الشيخ الصادق عنا الخير جزاه واياك في علمي وفي ربي يسدد خطاه ان شاء الله. بالنسبه لسؤالي بالنسبه للشيخ سامي، لكن ما فهمنيش، ممكن الشيخ هو لا اقصد سالت على المدارس، ما يسمى بمدارس السلفيه مش الاتجاهات الدينيه، المدارس. نعم. وقال هذه مدرسه سلفيه. على حسب علمي العلم الشرعي لا توجد فيه، العلم الشرعي موجود تقسيمات واصول الفقه وتفسير وقران وعلم حديث. لما تسمي المدرسه هذه سلفيه باي حق سميتها سلفيه؟
بعدين الواقع متاعها، هل المدارس هذه فيها ناس متخصصين؟ هل هي تعلم الأطفال الشيء المفيد؟ يعني نبو فكرة على الشيخ كان يعني يقدر يعطينا على هاي إجابة. طيب. حاضر بإذن الله بإذن الله. نعم طيب ما شاء الله من سبعة، تفضل يا ما شاء الله. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي. نحب نوضح لكافة أحرار فبراير تفضل، لأن اللي حاليا موجود في سبعة هذا كله من شغل أزلام. نعم المزارع الدوائر اللي في سبها كلها فيها مزارع بن جريد وبصبع العصابة هذه، وبعض منهم اللي كانوا مع المهزوم حفتر زودهم بأسلحة وذخيرة وانقلبوا عليه وقعدوا في الجنوب وسببوا مشاكل والأهالي ساكتين. بعد منهم ما تسمعش إن في دواعي، في عصابات شادية. نعم طيب لو بتوجه الرسالة باختصار باختصار ما شاء الله. ليبيا كل منها من المهمة. نعم طيب واضح واضح، شكرا يا أخي من سبها، نشكرك على اتصالك. نعم محمد لعل آخر اتصال، محمد من صراته تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حياك الله الشيخ عبد الله، وحيا شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ الصادق. اهلا وسهلا فيك، تفضل يا اخي. بارك الله فيه، ان شاء الله ربي يفتح عليه ويزيده من علمه ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يحفظه ان شاء الله. امين، الله يبارك فيك، تفضل يا اخي، عندك سؤال؟ سؤال يعني يا شيخ عبد الله، وسؤال يعني هو ما حصلناش عليه اجابه حتى من قبل، فنفس السؤال. نعم. يعني هل الساحر يا شيخ عبد الله هل يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ام طيب. لا؟ طيب. والسلام طيب. عليكم وبارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب. طيب شيخنا لعل نستغل وقت الاجابه يعني هذا السائل على صفحة القناة حسين يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؟ هذا النهي وارد في الصحيح وفي الصحيحين، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. والصورة بينتها بعض الروايات، في رواية البخاري صورة تمثال، وفي رواية مسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه تمثال. فالروايات التي أبهمت بينتها الروايات التي بينت، فالمراد بالصورة هي التماثيل، هي يعني أن يصنع إنسان شيء فيه روح يجسده، شيء مجسد، وليست الصورة الأخرى الكاميرا وإلا يعني بالقلم ولا كذا. فالصور المحرمة قطعا هي هذه اللي فيها التماثيل، والصور الأخرى التي بالرقم إذا كان صورة إنسان هذه مكروه العمل بها، ما ينبغي أن تعمل ولا أن تعلق، ولكن المتفق عليه في التحريم وصورة التمثال. وقوله تدخل الملائكة يعني المقصود بها ملائكة الرحمة التي تستغفر للمسلمين وتدخل بيوتهم ويزيد بدخولها تزيد البركة في بيوتهم. فإذا كان إنسان نصب على الطاولة ولا على الشكماجة صورة كلب ولا حمار ولا حصان وكذا، معناه حرم البيت من هذه الملائكة التي تدخل البركة عليه، ويبقى البيت مسرحا للشياطين. فعلى الناس أن يحذروا من ذلك، لأن البيت إذا يعني جاءت فيه الشياطين فإنها تصيب الصغار والكبار وتسوء حالة البيت. فهذا هو المقصود بالملائكة، ملائكة الرحمة، لكن الحفظ الموجود مع الإنسان دون يلازمونه دائما. جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الله من الخمس يقول عن مسألة الرهن، أن جده منذ 50 سنة رهن أرضه مقابل 30 دينار ولم يستطع فك الرهن، ولكن قام ابنه بسداد هذا الرهن وأخذ الورقة ورقة الرهن، وعند بعد وفاة الجد وتقسيم التركة ادعى العم بأنه
أن هذه الأرض لا تدخل في الإرث باعتباره هو الذي فك الرهنية عنها. لا هذا غصبا، هذا على العم أن يتوب إلى الله ويعطي الأرض للورثة، الأرض لذات على ملك الجد، والمال الذي دفعه يجب عليه أن يرجع به على الورثة، يأخذ ماله الذي دفعه وأعان به إخوته فيشكر على ذلك ويجزى الله خير ويؤجر عليه، ولكن لا يجوز له أن يأخذ مقابل الأرض، فهذا حرام، لا يجوز من غصب الأرض وغصب الورثة. ومن غصب شبرا من أرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوق بسبع أراضين يوم القيامة. بارك الله فيكم. الأخ مقداد يسأل عن أحدهم وجد مخطوطة قديمة في أرضه وهي مخطوطة ثمينة، هل يجوز له أن يبيعها؟ يعني يختلف شيء، ما هي مخطوطة كتاب علم ولا ماذا يعني؟ وذكر أنها مخطوطة، يبدو أنها كتاب علم ولها قيمة بحيث أنها تباع. إذا كانت هي معتادة مثل أي مخطوط من المخطوطات فهذا له أن يبيعها، لكن إذا كانت هي مخطوطة ترجع إلى أحد الصحابة ولا تمثل شيء من القرآن ولا شيء مكتوب في القرن الأول الهجري ولا كذا، فهذه ليس من حقه، يجب عليه تكون ملك للدولة ويجب أن تحترمها وتضعها في، لأنها يعني تعتبر مكسب عظيم لتاريخ المسلمين ويستفاد منها على مستوى العالم الإسلامي، فلا يجوز له أن يتصرف فيها وبنفسه، ليس من حقه ذلك. لكن إذا كانت هي مخطوطة من المخطوطات العادية للناس عندهم مخطوطات عن أبائهم ولا أجدادهم فهذه يجوز له أن يبيعها. نعم جزاكم الله خير. يسأل أيضا عن علة الجمع بين الظهر والعصر عند المالكية. لا المالكية لا يقول بالجمع إذا كان يقصد الجمع من أجل المطر. نعم. المالكية يقول بالجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر إذا كان هناك مطر غزير وهناك ظلمة مع الطين وشيء من هذا، فهذا يباح يعني الجمع وهو رخصة في بين المغرب والعشاء للمشقة، مشقة الظلمة والليل، لكن في النهار مشقة ليست شديدة والضوء موجود، ولا يقولون بالجمع ولم يرد عندهم الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر، ورد من أجل المطر في عن بعض الصحابة في كانوا يجمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في بين المغرب والعشاء ليلة المطر. فإذا كان يقصد الجمع لشيء آخر للسفر فهذا جائز مشروع، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان إنسان جد به السفر وأراد أن يخرج بعد وقت صلاة الظهر فله أن يجمع بين الظهر والعصر ثم يركب ويسافر، وإذا كان هو ركب قبل أذان الظهر فله أن يسافر ويؤخر صلاة الظهر يصليها مع العصر بعد القامة هكذا. فالسفر هذا وارد فيه الحديث، ولكن من أجل المطر يعني الملكية لا يقوم بجمع بين الظهر والعصر. ربما شيخنا قضية السفر هنا، هل العلة السفر في ذاته بحيث أنه ما دام هو مسافر يجمع بين الظهر والعصر، أم إلا إذا تحقق أنه جد به السير؟ لا يجوز، والمالكية يؤكدون يقول لك يعني الجمع يتأكد مشروعيته عندما يجد به السفر، كما قلت يركب بعد أذان الأولى فيجمع جمع تقديم ويركب قبل أذان الأولى فيجمع جمع تأخير، ولكن حتى لو جمع بالراحة ولم يجد به السفر فله ذلك، لأن الحديث وارد بذلك. جزاكم الله خيرا. أيضا له سؤال آخر وهو يقول أن ربما تناهى إلى سمعه أن فضيلتكم تفتون بعدم جواز للإمام الذي يسكن في ملحق تابع للمسجد أن لا يجوز له أن يجمع للمطر مثلا. لا، والمالكية يقولون لا يجوز له أن يأمهم، لا يكون إماما، يكون تبعا، فإذا كان الإمام ساكن بالمسجد والليلة ليلة مطر والناس يأتون من أماكن يشق عليهم الرجوع صلاة العشاء لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء، ولكن الذي يأمهم ليس هو من لا
يشق عليه الرجوع، من يسكن في المسجد لا يشق عليه الرجوع، فلا ينبغي، في المشهور عندهم لا ينبغي ولا يجوز أن يكون إماما، وبعضهم يجوز، لكن المشهور عندهم أنه لا يجوز أن يكون إماما، ويجوز أن يصلي تبعا يجمع مع الجماعة، لا حرج عليه. إذن هي شيخنا قصة عدم وجود العلة في هذا الإمام، وهي مشقة المشقة، نظر لأنه لا مشقة عليه، فالرخصة في حقه لا تكون أصلية وإنما تكون تبعا، فلا يجوز أن يكون إماما لهم، بل يجوز أن يصلي معهم تبعا. طيب السؤال هنا شيخنا، قضية أن الإمام أليس هو في حالة أنه صلى مأموم، هو أيضا هنا يكون قد تحقق أو ترخص بالجمع؟ أي لا بأس، ترخص بالجمع تبع غير أن يكون أصليا، يعني من كان الرخصة في حقه أصلية يجوز أن يكون إماما لهم، ومن كانت الرخصة في حقه لا يكون إلا تبعا لغيره، لأن الأتباع لا تعطى حكم المتبوعات، ليس دائما الأتباع لا حكم المتبوعات، يترخص في الأتباع ما لا يترخص في المتبوعات. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم الله عز وجل ونفع بكم المسلمين، نشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.